راحت البال والبساطة والناس الطيبة، لمت العيلة والجيران من بعض قريبة. كل ده في حياتنا زمان، البيت بالحب كان مليان، أخلاق ومعاملة والإيمان في القلوب عمران. وبنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت زمان. أبدأ النهاردة حلقتي معاكم بفقرتنا فضفضة، واللي بنحكي وبنتكلم فيها وبنتكلم على موضوع بيهمنا كلنا. النهاردة فقرة فضفضة اسمها قبل ما يفوت الأوان. ليه عملنا الفقرة دي؟ علشان قصة حقيقية حصلت، إنه واحد ومراته اتخانقوا. الخناقة طبعا بتبدأ بحاجة بسيطة يعني، أو تافهة زي ما بنقول، بس فضلت تكبر تكبر لحد يعني لما اتخاصموا مع بعض وسابت له كمان البيت ومشي. قعد يحاول بقى ان هو يصلحها وكده، هي بقى عندت، مع ان هي من جواها عارفة ان هي اللي بدأت اصلا المشكلة دي، وخلاص بقى عندت مش عايزة تتصالح ومش عايزة تعترف ان هي غلطانة. حتى لو بيصالحها، لا خلاص قررت انها تخاصمه شوية وسابت البيت زي ما قلت لكم. حاول ان هو يكلمها وراح لها ودخل اهلها ودخل اهله، هي عندت وخلاص قررت ان هي برضو ما نصالحوش. المهم فجأة نام مصحيش، اهله راحوا فتحوا البيت لقوه مات، انهارت، جالها انهيار. ولحد دلوقتي مع ان الموضوع مر عليه وقت، لكن هي لحد دلوقتي عايشه في الندم بسبب ان هي ما صالحتهوش. ما كانتش عارفه ان هو هيموت، هي شايفه ان هي خناقه يعني وفي الاخر هتبقى تخلص يعني ويبقوا يتصالحوا بس بعد شويه، لكن هي ما توقعتش ان هي دي اللي هتكون النهايه. فندمت ندم شديد جدا جدا، وبقت تقول يعني لو الايام رجعت انا كنت اكيد هصالحه، ما كنتش اصلا هزعل على حاجه بسيطه زي دي، ولا هكبر الموضوع ولا هعند، انا كنت هكبر دماغي اكيد. فممكن الواحد يمر بموقف وبعد كده يرجع يندم عليه ويشوف ان هو ما كانش ليه معنى. وقصص كتير جدا حصلت بالشكل ده، وناس كتير جدا فينا وفي اللي بيسمعوني دلوقتي ممكن يكونوا مروا بحاجات مشابهة سواء اقل او اكتر. يعني حابين نقول ان احنا لازم نلحق نعبر عن مشاعرنا، نعبر عن مشاعر الحب لبعض، ما نزعلش من اي حاجه، نفوت ونكبر دماغنا، نعيش ونستمتع، لانه ما حدش ضامن عمره ممكن في لحظه يحصل ايه، او ممكن الظروف تفرقنا وتبعدنا عن بعض ازاي. تعالوا كده نشوف لما سالنا المشاهدين على صفحتي على الفيسبوك انه ايه الحاجه اللي انت ندمت عليها. كل واحد جاوب طبعا حسب تجربته. مثلا زينب بتقول انا ندمت اني غرقت في دوامه اني زوجه وام ونسيت نفسي خالص، ما بفكرش اعمل اي حاجه ليا، ودايما تفكير لبيتي وجوزي وولادي لاني بحبهم كتير. زينب طبعا زي كل الامهات، الام المصريه والام العربيه عموما بتضحي، هي عايشه عشان خاطر تضحي، بس دي مش حاجه وحشه يعني، هي حاجه حلوه، لكن لازم برضو ما تنساش نفسها. يعني انا بيتي اهم حاجه، ولادي اهم اولوياتي، ومفروض جوزي كمان يبقى من ضمن الاولويات، لان دايما الزوجه العربيه والمصريه بتضحي، يعني بتفكر ان اولادها اولوياتها وبيتها وجوزها، بس برضو بيجي بعد ولادها، فهي بتبقى أم من الدرجة الأولى، فبتنسى بقى نفسها خالص في الدوامة دي، وبتنسى برضو إن هي زوجة، فهي المفروض تفتكر إن هي أم وزوجة مهمة قوي، ونفسها بقى هي لو فكرت في نفسها هي هتقدر تدي حب وحنان وعطاء أكبر كمان لولادها.
لولا بتقول نفسي اقرب لربنا وديه حقه لاني دايما بحس ان انا مقصره. لولا طبعا الندم ده حلو جدا ومهم واساسي وحقيقي جدا، لانه احنا المفروض نعيش حياتنا ونتبسط ونستمتع ونعمل كل حاجه، لكن احنا ما ينفعش ننسى ابدا ان احنا في لحظه واحده الدنيا دي هتخلص مننا وهتضيع. زي ما دايما كنت بقول لكم دكتور عبلة الكحلاوي، ماما عبلة حبيبة قلبي، دايما كانت بتعلمنا تقول عيش واتبسط واستمتع بس عينك دايما بصة على الآخرة. أنا عايشة وبعمل كل حاجة بس أنا عيني بصة كده إن في حاجة اسمها آخرة، علشان كده أتعامل كويس جدا مع كل الناس، لا أكذب ولا أغلط ولا غل ولا حقد، ما هو أنا بصة علشان الآخرة، أنا عايزة أروح الجنة، أتعامل حلو مع كل الناس وما أعملش على قد ما أعمل حاجة غلط ولا أثر في حق ربنا. باسل ندمت على وقت ضيعته بعيد عن ابويا الله يرحمه وما استغلتش حضنه الدافي، ونفسي دلوقتي الحكايه دي بتتكرر، انا بعيد عن امي في الغربه وندمت على استهتاري في الدراسه. الحاجات طبعا دي كلها مهمه وربنا يرجعك بالسلامه، لكن الاب والام طبعا هم الاولويات والاساسيات، لانه الاب والام هم البابين المفتوحين لينا للجنه. لازم نبرهم ونقعد تحت رجليهم، لانه اي حد بيسمعني ممكن ما يحسش باهميه الكلام ده الا لما يفقد حد باباه او مامته، ساعتها فعلا بيحس ان الدنيا خلصت والدنيا وقفت ومش عايزه اكمل اصلا، لانه وبيندم، بيندم على كل حاجه صغيره او كبيره فاتته. احنا مش عايزين ان احنا نندم على اي حاجه. وهو كمان بيقول ان ندمت على استهتاري في الدراسه، دي حاجه مهمه جدا، الدراسه مهمه جدا، بس برضو يعني الواحد ما بيحبش ان دلوقتي بنلاقي امهات كتير كل تركيزهم في ولادهم على التعليم والدراسه وبس، مش مهم اي حاجه تانية، لا مهم شخصيته، مهم تديله حب وحنان، مهم الرياضه، مهم حياته الاجتماعيه، يكون عنده صحاب، يكون انسان سوي، مهم ان هو يتعلم كويس، لكن مش هي دي كل حاجه. هو هنا ندم على دراسته، اكيد طبعا الدراسه برضو والتعليم مهم جدا في الحياه. ولا اللي عملته ندمت عليه هو معاملتي كويسه واحترامي لبعض الناس لا يستحقوا هذه المعامله الحسنه. ممكن برضو كلنا نكون حسينا بالاحساس بتاعها ده، بس ابدا ما تندميش على معامله كويسه عملتيها لناس مش كويسين. ممكن تندمي على وقت اديتيه للناس ما يستحقوش، او حب او اهتمام او حنان، لكن خلاص المعامله الكويسه عمرها ابدا ما بتضيع عند ربنا. ربنا بيدي في الاول وفي الاخر كل واحد على قد نيته. منى ندمت اني ما شبعتش من حضن بابا الله يرحمه قبل ما يموت. ربنا يسامح اللي كان السبب ندمانه، وكل ندمي لو اتفرقع كون مش هيقضي. معلش يا حبيبه قلبي، ادعي له كتير واستغفري له كتير وابعتي له حسنات على قد ما تقدري، وده احنا نتعلم من كلامها ده كلنا، زي ما قلنا ان الاب والام هم اهم حاجه في الدنيا، وما ينفعش ولا ابدا ندم يكون هينفع لو جرى لهم حاجه. يومنا كنت اتمنى اكون تحت رجلين امي لاخر لحظه في حياتها، لكن للاسف كنت مسافره مع جوزي بحكم شغله وامي توفت وما شفتهاش الله يرحمها. يا حبيبه قلبي معلش زي ما قلنا ابعت لها صدقات ودعاء وكل حاجه تقدري انك انت تعمليها لها، وادعي لها كتير. ويا جماعه مهما قلت لكم الام والاب دول بعد لما بيموتوا الاحساس بيكون عامل ازاي، بجد الواحد بيبقى عايز ان الدنيا تخلص خلاص كفايه لحد كده وعايزه اروح لهم. واكتر حاجه الواحد بيندم عليها وقت كان ممكن يقضيه معاهم وما قضاهوش، او حاجه كان نفسهم يعملوها وما عملها لهمش، او يجيبوها وما جابهاش، او خروجه، او حتى بس يقعد كده جنبهم يفضل يسمعهم هم بيحكوا يقولوا اي كلام. نهال، الثقه في اللي حواليك، حسن النيه في اللي حواليك، بس مش ندم مجرد درس وابتلاء، معلش ما احنا عايشين عشان نتعلم. سماح، ما ندمتش على حاجه عشان اراده ربنا ونصيبنا المكتوب، طبعا احنا مؤمنين طبعا كلنا ولازم نرضى بقدرنا. نور، يا دودو جوزي وثق في اخوه لكن للاسف اكل حق بناتي، لا حول ولا قوه الا بالله، وحق مامته واخواته، لا حول ولا قوه الا بالله. هي بقى دي اسوأ حاجه، عمر ما المال الحرام ده لا هينفعه في الدنيا ولا هينفعه في الاخره، ولا هيبقى فيه بركه لا فيه ولا في حياته ولا في ولاده ولا في صحته. كل واحد حر، كل واحد عارف الحلال وعارف الحرام، وكل واحد بيختار طريقه، وهو بقى في الاخر اللي هيندم بس وقت ايه ما هيبقى فات الاوان. ساره، ندمانه اني ما حفظتش القران من وانا صغيره. والله عندك حق يا ساره، وكل ام لازم تهتم فعلا بالموضوع ده مع ولادها.
منال ندمانه اني ما شبعتش من حضن امي ربنا يرحمها، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني موضوع الام والاب ده بجد يعني متكرر وهو بيوجع قلبي بجد، وهي حاجه اساسيه ومهمه جدا. اي حد عنده فرصه انه باباه ومامته لسه عايشين او حد منهم لسه عايش بكل طاقته يديهم ويبقوا هم اولوياته. ما ينفعش ان الدنيا تاخدنا او تشغلنا عن صله الرحم، اهم صله رحم اللي بيحبها ربنا اللي هي الام والاب. ما ينفعش ان هي تبقى مجرد تليفون، ما ينفعش. انا عايزه اقرا كمان حاجات كتير، لكن برضو عايزه اتكلم قبل ما وقت الفقره يخلص في ان الندم ده ممكن حاجات كتير. يعني مثلا انا ممكن في علاقتي بحد من اصحابي اغلط في الكلام، الغلط في الكلام ده هو اسوأ حاجه. الواحد لما يلاقي نفسه متنرفز او متضايق او متعصب او في موقف حصل هو بقى لسه مش عارفين فهمه صح او فهمه غلط، لازم يقف، لازم يوقف بقه ده خالص، يقفل بقه خالص لحد ما يفكر والدنيا تهدى ويتكلم. لكن على طول تروح رافع السماعه ومزعقلها ماسكه الموبايل وكاتبه وكاتبه ولا مسجله فويس كلام كلام كلام، يدخل زي المسمار لما بيدخل في الحيطه لما بيتشال هيفضل عامل اثر مهما كان الكلام، فعلا بيموت زي الرصاص بالظبط. فلازم نفكر جدا، وهو اصلا ديننا والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كده، انه انا لو كنت متعصب اغير مكاني، اقف، اقعد، اتوضى، اصلي، اسكت، بعد كده ابقى افكر وابقى اتكلم علشان ما ندمش. برضو في قصه تانية حصلت، ان واحد اتخانق مع باباه وباباه قال له انا غضبان عليك، وبعدها بابا مات وما كانوش اتصالحوا. الولد فضل زي الطفل الصغير في الجنازه يعيط ويصرخ ويقول له سامحني يا بابا، سامحني يا بابا، انا ما اعرفش انك هتموت. ما سبحان الله بقى، ما هي الاعمار دي بيد الله، انت مت غضبان عليا انا اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه. يا جماعه لازم ناخد بالنا كويس جدا، احنا بنبقى فاكرين ان لسه الدنيا هتدينا فرصه، ممكن ما تديناش. يعني الدنيا ممكن ما تديناش الفرصه دي ان احنا نصلح الغلطه اللي احنا دلوقتي واقعين فيها. طبعا برضو الفقره دي حبينا نعملها عشان زي ما انتم شايفين الموت بيجي فجاه وموت الشباب فجاه. فاحنا لازم نتعلم من الدرس ده زي ما قلت لكم، ان احنا نظبط نفسنا في علاقتنا بربنا، في علاقتنا باللي حوالينا، في في في, في تفكيرنا احنا وفي اولوياتنا وفي تصرفاتنا. لازم نعمل وقفه مع نفسنا قبل ما يفوت الاوان. هبه، ندمت ان انا ما اهتمتش بتعليمي، التعليم زي ما قلنا هو حاجه مهمه جدا. روبي، اتمنيت ما اسيبش امي لحظه. مش عارفة، بس في حاجات ما اقدرش احكيها. اكيد طبعا في حاجات الواحد بيندم عليها وما يقدرش يحكيها، لكن كل واحد بقى لازم زي ما قلنا يقف وقفة مع نفسه ويقيم علاقاته واولوياته. سوسو، ان مش كل الناس طيبة ومحدش بيتمنى لك الخير ابدا، مش في ناس كتير جدا طيبة وناس بتتمنى لي الخير، انا بس ساعات بتبقى اختياراتي هي اللي غلط، لكن مفيش مشكلة ان انا اقف واظبط اختياراتي دي وحياتي تاني. لسه قدامنا الوقت قبل ما زي ما قلنا الدنيا فجأة تاخد مننا الفرصة، نلحق بقى قبل ما الفرصة تتاخد مننا. ايمان، برضو ندمت على الناس عرفتها سواء جيران او اصحاب وكنت طيبه جدا. والله الطيبه دي ابدا ما بتضيع، اسمعوا كلامي، الواحد بيتعامل باصله وباخلاقه وبتربيته، حتى لو الناس ما تستاهلش خلاص هوقف معاهم، ما اكيد مش هعرفهم تاني، لكن الطيبه دي هتقعد لي في نفسي وفي حياتي وفي رزقي وفي ولادي وفي دنيتي وفي اخرتي. تامر، اهمال نفسيتي وعدم الحذر من العصبيه الشديده. العصبيه دي فعلا وحشه جدا جدا جدا. معلش يا تامر، تدعي نفسك كده وتحاول، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا انه الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، يعني واحده واحده تقدر ان انت تهدى، لان العصبيه فعلا بتخلي الواحد يغلط ويندم. بصوا، يعني طبعا عندنا حاجات كتير جدا، تعليقات زي مع الجيران، الندم في اختيار الاصحاب او المواقف. ناس كتير اتعلموا الدروس، او اختيار شريك الحياه، كتير على فكره كاتبين الحكايه دي الاختيارات. لكن انا في حد بيقول انه الغربه سرقت حياته. احنا يعني في نهاية فقرتنا عايزة اقول انه
اكيد طبعا كلنا عندنا حاجات كتير احنا ممكن نندم عليها في حياتنا، لكن في حاجات نقدر ان احنا نتلافاها، زي علاقتي بالناس، زي ان انا مش مهتمه بنفسي، زي حتى التعليم اقدر ان انا ارجع اتعلم حاجات فاتتني، لكن علاقتي بربنا هي دي اللي انا لازم اركز فيها جدا، وما ينفعش ان انا اقطعها او اضيعها، لانه زي ما احنا شايفين الدنيا ممكن ما تديناش فرصه تانية، الموت بقى بيجي فجاه وبيجي بسرعه، وزي ما احنا شايفين كل واحد حواليه ناس صغيرين وشباب بيموتوا فجاه في لحظه واحيانا من غير سبب. فنلحق بقى نظبط نفسنا، علاقتنا بربنا، علاقتنا بنفسنا، حبنا لنفسنا، أولوياتنا، اهتمامنا ببيتنا وبأولادنا، علاقاتنا كلها نرجع نقيمها تاني قبل ما يفوت الأوان. خليكم معنا مشاهدينا بعد الفاصل. مشاهدينا برحب بضيفي الشيخ عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جامعة البر والتقوى. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ عماد. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين. عايزين كده نفكر مشاهدينا بالمبادرة اللي عملناها مع بعض بيت زمان في الحلقة اللي فاتت. مبادرة بيت العيلة يا جماعة، لو تفتكروا احنا اتكلمنا على، قلنا ان احنا محتاجين ملابس مستعملة أو جديدة، مفيش مانع، أساس مستعمل، وكلمنا على انك تتبرع من نفس السلع اللي حضرتك بتتاجر فيها، البطاطس، السكر، الزيت، اي شيء انت بتشتغل فيه. حضرتك اتكلمت على اصحاب المصانع بقى عندهم اللي هو الموديلات اللي خلصت والكلام من ده، الناس بتحتفل بالملابس المستعمله، فبالكم بالملابس الجديده. البطانيه محتاجين مطاطين، احنا محتاجين 10,000 بطانيه ضروري وبأسرع وقت عشان نقدر ان احنا نساعد الناس. الأستاذة دعاء مشكورة بدأت بنفسها، اتبرعت بالعباية اللي كانت لابساها في الحلقة واحنا استلمناها، وان شاء الله كده تكون خير دليل للسادة المشاهدين. عرضنا عرض وقلنا ان ممكن كل واحدة بتشوفنا او واحد من اللي هم محب الخير يجمع من المنطقة اللي هو فيها ويتصل علينا، السياره تروح له لغايه عم تلم من الحاجات اللي هو لماها من المحسنين في اي مكان على مستوى الجمهوريه، يعني مش مكان محدد بالتحديد او محافظه بعينها، اي مكان جهز الحاجه بحيث ان هي تكون حموله سياره ونروح نجيبها. ونشكر حضرتك على الهوا واهل المنطقه اللي شاركوا معاك اللي انت حابب ان احنا نشكرهم. لما بنجمع الحاجه وننتهي منها، يا ريت قبل نهايه السنه استاذه دعاء نطلع كلنا في وجود الاستاذه دعاء بقافله لحد من حبايبنا اللي هم في القرى المحتاجه، ونوزع الحاجه بنفسنا ونرجع. عايز اضيف اضافه النهارده بقى، الناس اللي ما ذبحتش العقيقه لاولادها، كان في سبب ان انا بقول، لقيت في حد بيقول لي ايه العقيقه دي؟ كارثة. شوف حضرتك استغربت ازاي، تقول لي يعني ايه عقيقة؟ متزوجة وعندها اطفال. فعايز اقول لكم يا جماعة، سيدنا النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقاته، يعني ابنك ممكن ما يشفعلكش يوم القيامة، وممكن يشتكيك لربنا يوم القيامة، وابنك هيفضل تعبان طول عمره في مشاكل كتيرة جدا، لأن كل ده مرهون بعقيقته، بدم العقيقة اللي هتتذبح. الولد ليه خروفين، وبعض العلماء عشان الظروف الاقتصادية أجاز خروف، والبنت لها خروف. تخيلوا يا جماعة كم مولود ما تعملوش عقيقة بكم خروف يأكلوا كم حالة. طب لو جمعنا، بعض الفقهاء أجازوا كل 7 خرفان في عجل، هنأكل كام حد؟ ده ممكن نذبح يعني بالميت خالص 100,000 عجل معي، بلاش 100,000 عجل، 100,000 خروف. دول لما يتذبحوا في الأماكن الراقية هم أصلا زهقانين من اللحم،
واللي هيجي لك ده شبع، ممكن يكون فطر لحمه وجاي لك عشان ياكل عندك العقيقه. فما بالك بقى بناس نزلنا في الاقصر كان مجمعين عقايق ودبحينها، وكنا اخدين 1000 شنطه و1000 كيلو لحمه. ففوجئنا لقينا اللي جاي لنا يجي 5000 حاله وكلهم مفيش. فقلنا طيب احنا بدل ما ندي الشنطه باللحمه نخير الناس ما بين ملابس مستعمله وشنطه ولحمه، تختار واحده من الثلاثه بس. لما طبعا وزعنا الملابس المستعمله دي شال عننا عدد، جينا بقى في الشنطه كل الناس اختارت شنطه ما اختاروش لحمه. ليه بقى؟ فانا استغربت جدا. الناس فقيره جدا، معظمها حافيه فعلا، بيوت من غير اسقف، مفيش ابتكار اسمه الحمام، دورة المية مش عندهم، مش موجود، ما يقدروش يعملهم عشان الطرنش غالي جدا. فبسألهم بقول لهم يا جماعة هو انتوا ليه ما بتختاروش اللحمة؟ قالوا يا شيخ اللحمة هناخدها نطبخها ناكلها في نفس اليوم، لكن الشنطة هتقعد معانا أسبوع. صح، يبقى هي كده هتكفي جوعنا أسبوع، لكن احنا ما شفناش اللحمة بقالنا يجي سنة ونفسنا فيها قوي، احنا بنختار الشنطة وعنا على اللحمة، بس احنا شايفين الناس كتير فمش عارفين نكلمك. فجماعة العقيقة لو سمحتوا احنا عايزين نعمل العقيقة في الاماكن الاشد احتياجا. في واحد بقى بيجيب لنا الخروف وبيجيب لنا الرز وبيجيب لنا البطاطس والطماطم وبنطبخ له هناك ونوزع وجبات. لو عايز العقيقة بتاعته مطبوخة اصلا. ويا سلام لو تحضر بقى بنفسك تبقى جميل، هتسمع بقى الدعوات من ناس بص بطنها بترقص قبل ما هي نفسها بترقص فرحانه من في لحمه. فبقول للساده المشاهدين والله سهل نحل مشاكلنا كلها مننا احنا، لان ربنا قال وقول اعملوا. امه الصدقه والزكاه عيب قوي تبقى افقر امه في العالم طبعا. فالمبادره مفتوحه، ملابس اساس مستعمل، ملابس قديمه او جديده اساس مستعمل، اي حاجه من السلع اللي حضرتك بتبيعها، اي حاجه من المنتجات الزراعيه اللي حضرتك بتنتجها او زارعها، الاساس المستعمل زي ما قلنا، بالاضافه يا ريت بقى حته لحمه كده معاهم تبقى حاجه جميله جدا. وربنا عز وجل جعل صفات الابرار، قال ايه بقى؟ الذي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. طيب يعني مشاهدينا مبادره بيت زمان مع جمعيه البر والتقوى زي ما الشيخ عماد قال كده بالظبط، انه احنا مستنيين انه كل حد يجمع من اللي حواليه، جمعي من عيلتك من جيرانك من اصحابك، واتصلوا على ارقام تليفون جمعيه البر والتقوى وهم هيبعتوا لك مندوب ياخد الحاجات دي. الحاجات دي هي اللبس المستعمل واحنا بنطلع الصيفي والشتوي، لبس ولادنا، ملايات زياده، بطاطين، نشتري بطاطين جديده، نشتري لبس جديد، او اصحاب المصانع او اللي عندهم محلات وعندهم حاجات زياده، او اساس مستعمل او لحاف، اي حاجه هتنفع طبعا، جزم، شنط، اشاربات، كل حاجه واي حاجه هتنفع. وان شاء الله نقدر ان احنا نجمع مجموعه كبيره في جمعيه البر والتقوى. وانا هنزل في مبادره بيت زمان نصور مع الجمعيه وهنروح الاماكن المحتاجه، وهتشوفوا بنفسكم الحاجه وصلت ان شاء الله للي يستحقوها، وتشوفوا فرحه الناس بالحاجات اللي ممكن تكون زي ما الشيخ عماد قال لنا في الحلقه اللي فاتت ان هي ملهاش قيمه عندي، او يعني زيها زي اي حاجه تانية لبسه عندي او ما بلبسهاش، لكن هي بالنسبه لهم احسن حاجه فوق ما يتخيلوا. يعني هي زي ما انت فرحتك بالحاجه الجديده حتى لو هي حاجه مستعمله، هم فرحانين بالحاجه المستعمله دي كانها بالنسبه لهم حاجه جديده او حلم. يعني والله العظيم في اماكن بننزل فيها قوافل، يعني خليت اتنين شباب كويسين كده يقفوا ويوزعوا هم الملابس المستعمله، على ما احنا نوزع المشمع بتاع الاسقف. نعمل مشمع بلاستيك لان مش هنقدر نغطي الاسقف في الفتره ديت، يعدوا الشتاء فبنعمل لهم مشمع. المهم رجعت لقيت الشباب شكلهم سيء جدا وفي هرج جامد في المنطقه، بقول لهم حد ضربكم؟ قالوا الناس سحبونا من تحت، الاطفال والنساء والرجاله سحبونا كده، احنا كنا بنموت.
بقول لهم ليه؟ قالوا الناس هجموا علينا ولا كأن احنا موجودين من اساسهم. فمنهم الاثنين الشباب دول طبعا هما من الجامعه، فبيقولوا يا شيخ احنا عايزين نسألك سؤال، امال لو كانت جديده؟ قلت لهم كانوا موتونا، بس انتوا شفتوا الناس؟ قالوا ده احنا ما كناش نتخيل ان في حد محتاج كده. ملابس المستعمله كنز كبير جدا، مفيده جدا جدا للناس، بلاش تسيئبها بقى البلاط عندك وتسيبها معفنه في الدولاب. طلعيها وربنا هيكرمك وهيجود عليكم بالخير والبركه ان شاء الله. الشيخ عماد، جمعيه البر والتقوى بتهتم جدا بالميه، وعايزين نتكلم على موضوع حفر الابار. الوقت يا جماعه عشان بس نبقى عارفين، قريه اسمها قريه الكرمه مثلا في نصر النوبه في اسوان. القريه ديت احنا لما نزلنا هناك فوجئنا لقينا اللي عندهم مشكله كبيره جدا في الماء. بتشربوا مننا يا جماعه؟ قالوا في احدى الاخوات الاماراتيات عامله لنا بير هنا من سنين، وعامله عليه محطه تحليه. البير ده هو الوحيد اللي الناس بتشرب منه، مفيش هناك ميه تانية. قريه تانية مجاوره بتروح تملى كمان من هناك، مسافات بعيده. فقلنا طب ما احنا نحفر كمان سلسله ابار هنا، على الاقل نخف الضغط على البير الرئيسي. البير ده لو جرى له، لو حصلت فيه مشكله مش عارف الناس تشرب منين. فانا بهب الناس انزلوا معانا في قريه الكرامه ونفذوا بنفسكم هناك، او احنا نحفر وتعالوا استلموا البير هناك. المهم باسرع وقت عايزين ننقذ القريه ديت. القريه دي احنا هنشتغل فيها اليومين الجايين في حوالي 120 بيت. هنمحرهم وندهنهم ونبلطهم سيراميك ونعمل لهم اسقف، مفيش فيهم اسقف. ولازم نحل مشكله الميه، انا مش عارف احنا المفروض نوصل ميه، مش عارف اوصل الميه منين. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، طبعا الناس دي تحت مستوى خط الفقر. الناس هتقول ايه؟ طب هما ما يعرفوش يحفروا بير؟ يا جماعه القريه ديت قريه بترجع ما عندهمش مهنه هناك غير مهنه الزراعه. فكل اهل البلد ما بيشتغلوش الا في موسم الحصاد فقط لا غير. ما فيش حصاد، ما فيش حاجه. طب هما بيروا منين؟ تمام، بيروا من نهر النيل. والميه ما فيش مواسير ميه؟ الميه اللي جايه من محطه المياه الشرب؟ لا ما فيش. ما فيش، يعني الميه اللي جايه للزراعه. السكن على جبل. انت جبل. عشان تعمل كده مشكله يعني. طبعا تمام، هم هي مجلس الوزراء بينظر في المشكله دلوقتي، عايز يحلها باي شكل. طبعا، لكن على ما يحلوها انت عارف هتاخد وقت. احنا عايزين احنا ننقذ الناس على قد ما نقدر وناخد الثواب بعد كده. احنا نزلنا قبل كده في الاقصر واسوان، طبعا هي هناك مشكله الجبال، كلهم بيبقوا ساكنين على الجبل. ايوه، الجبال هي دي. دي مشكله كبيره، مشكله يعني كبيره في حاجات كتير، ومثلا في موضوع الاسقف، ان المطره بتيجي بتاخد الاسقف، ساعه السيول بتيجي بتاخد البيت كله. فلذلك انا بقول للناس، في ناس والله تحت خط الفقر، وربنا عز وجل زي ما خلق الفقر خلق الغنى. واوعى تفكر ان انت مستور ما فيش عليك حاجه. ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تشرق فيه الشمس الا ويصبح على كل سلامه لابن ادم صدقه. والسلامه يا جماعه احنا اللي هي فقرات الجسم، وكل جسم فيه 365 سلامه او 365 فقره. يعني كل واحد تشرق عليه الشمس عليك 365 صدقه. فجماعه احنا الحل سهل، مين فينا بيته مفيش فيه حد عيان؟ كلنا عيانين طبعا، مفيش حد اسمه مش عيان. جربت في يوم وانت رايح للدكتور كاخذ بالاسباب انك تطلع صدقه بنيه ان رب الشفاء يلهم الطبيب يكتب لك الشفاء؟ خلي بالك نفس المرض بيبقى واحد، والمرضى مختلفين، واحد بيروق والباقي ما بيروقش. السر هو الشفاء عند رب الشفاء، مش في ايد الدكتور ولا رشدته، ولا هو كفاءة ولا شاطر. هو هيكتب علاج قد تبرأ وقد لا تبرأ. سيدنا موسى لما مرض بمرض في بطنه، مغص وإسهال وكده وتعب، فنجا ربه، فربنا دله على شجرة يأكل منها 3 أيام فبرئ بعد 3 أيام بفضل الله. بعد فترة جاله نفس المرض فراح على الشجرة، ما لجأش لربنا فأكل منها فازداد المرض. فقال: ربي مرضت في الأولى فلجأت إليك فدللتني على الشجرة فأكلت 3 فبرئت.
وفي المرة الثانية ذهبت إلى نفس الشجرة التي دللتني عليها فأكلت منها فازددت سوءا، فما السر؟ قال له الله: لأنك في الأولى لجأت إلي وأنا رب الشفاء، وفي الثانية لجأت إلى الشجرة ولم تلجأ إلي، فكيف تبرأ؟ احنا بناخد بالأسباب، بنتعالج، بناخد بالأسباب، لكن احنا عارفين انه الشفاء بإيد ربنا، فنعمل كل الحاجات اللي توصلنا للشفاء ده، اللي هو طبعا الصدقات، الصدقة اللي هي أقرب وأسهل وأسرع حاجة هي الصدقة. لنا طبعا نماذج كتيرة في مسألة المياه بالذات. زوجة هارون الرشيد لما راحت الحج ولقت الناس بتشتال المية السقايين وودوها للحجيج في منى، حفرت لهم بئر. حتى اليوم الحجاج بيشربوا من بئر زوجة هارون الرشيد. شوفوا من أيام هارون الرشيد لغاية النهاردة سقت كام موحد محرم. ايه يا جماعة انتم مش عايزين كده؟ طب واحنا ليه نقول يا بختها؟ ما تيجي نعمل يلا. وكم واحد هيشرب؟ ده الناس بقى اللي لها رزق أكبر لما نعمل البير جنب مسجد ويتوضى من المية دي الناس، دخلوا يصلوا بسببك وشربوا منها بسببك. وقد يكون أنا جاي أملى من جنب المسجد، سمعت الأذان، ممكن أدخل أصلي حياء من بسبب البير اللي أنت عملته. في الآخر لما الإنسان بيموت بيعرض عليه كل أعماله، كل شيء بيتقفل إلا صفحة الحسنات هي اللي تفضل مفتوحة. إذا كنت سايب لها صدقة جارية، ما انتش سايب مش هيجيلك. إذا كنت سايب لها ولد صالح، ما انتش سايبه مش هيجيلك. إذا كنت سايب لها علم ينتفع به، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الثلاثة دول اللي هو الصدقة الجارية، العلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فإحنا بنقول للناس تخيل أنت بقى كل ما حد يشرب من البير اللي حضرتك عملته، كل ما حد يصلي في المسجد اللي حضرتك شاركت في بنائه أو عملته، تمام؟ تلاقي يتكتب وملك يجي يفرحك في قبرك، يا فلان أبشر، النهارده شرب عندك 1000 واحد، النهارده صلى في المسجد 200-300 واحد، النهارده أخذت مئات الألوف من الحسنات. في بعض الناس بتحشر يوم القيامة فربنا عز وجل يقول له اقرأ كتابك، فيقرأ فيقول له الله عز وجل: أهذا كتابك؟ فيقول: لا يا رب. فيه بعض الأشياء التي لم أصنعها، أنا ما عملتهاش. فيقول له رب العزة: وما هي؟ فيقول: يا رب لقد عشت من العمر كذا وكذا عام، لكن عمر الحسنات في الكتاب يتخطى المئات ولم أحياها. ده أنا مكتوب لي أن أنا عبدتك 200 سنة وأنا كل اللي عشته 60 سنة ولا 70 سنة، من السنين دي مش بتاعتي. قال له: أتدري أنك صنعت المسجد الفلاني، بنيته، فكلما صلى فيه أحد فتح وكتب كأنك أنت صليت. يا جماعة صلاتنا ممكن ما تتقبلش، لأن سيدنا النبي قال: ليس لابن آدم من صلاته إلا نصفها، وبعدين قال: أو ثلثها، وبعدين قال: أو ربعها. أكبر وأقل واحد الربع، وأكبر واحد النص. ومش هتدخل الجنة إلا ما يكون 100%. طب وهنجيب الباقي ده منين؟ ما اعرفش، دور بقى. فلازم تتفتح لك صلوات، ابني مسجد الناس تصلي فيه، النبي لما يشفع لي يوم القيامه تيجي الصلوات بتاعت الناس تدخل تغطيني. يعني أأمن نفسك كويس. احنا لما بنيجي نفتح شركه او نبني اي حاجه بنأمنها كويس. ساعات بنجيب شركات امن، ساعات بنركب كاميرات ونختار احسن مدير واحسن ناس تشتغل. طب انت بقى جهزت نفسك للجنة بتاعتك؟ انت حميت نفسك كويس؟ جهزت، وخصوصا انك لك عدو شديد جدا وشرس اسمه ابليس، مش هيسيبك تنعم باي حاجة. صيامك ممكن قبل ما تفطر بلحظة يخليك تغلط غلطة ضاع اليوم، مش هيسيبك. حتى لو انت عملت الخير كله ممكن قبل ما تيجي تموت بلحظة بلحظة يخليك توصي وصية مش كويسة تدخل النار، مش هيسيبك لغاية اخر نفس. فانت محصن نفسك كويس؟ ايه اللي هيحوش عنك؟ الاعمال الصالحه. لا يرد القدر الا الدعاء والصدقه. الصدقات الجاريه ودعوات الناس، مفيش حد بيعمل صدقه الا ما حد يدعي له. طبعا. ودي الدعوات اللي هي بتخترق السماوات السبع. لان ممكن تبني بيت لوحده، ومن هنا بنتكلم بقى على الاسقف. ما يبقى حد بينام ووشه للسماء.
وفجأة يجي حد ما يعرفوش يقول أنا هعمل لك السقف بتاعك، هيدعي، هيدعي في كل لحظة سقوط مطر، هيفتكر الماضي كنا بنغرق. ناس بيقولوا لنا بنجيب الطشت نحطه على السرير وننزل تحت السرير على ما المطر يخلص. ده في مصر، في مصر يا جماعة والله. في الأقصر جنبنا اللي هي بلد اللي فيها تلت آثار العالم، يعني المسافات مش بعيدة. عندنا في الفيوم، عندنا في أماكن كتيرة، في بحري، في البحيرة، في الكلام من ده. فلذلك الصدقة الجارية عشان نضمن نعيش حياة هناك كويسة ونختم حياتنا بشيء يرضي ربنا عز وجل. شيخ عماد أنا بشكر حضرتك جدا. ربنا يسعدك ويسعد السادة المشاهدين يا رب. شكرا ليك ومشاهدينا، خليكم معانا بعد الفاصل. ضيفتنا دكتورة إسراء السعيد، استشاري تجميل وزراعة الأسنان، ضيفتنا في الفقرة الطبية النهاردة. برحب بيكي يا دكتورة إسراء. أهلا بيكي. أهلا بيكي. إزيك؟ هنتكلم النهاردة في موضوع مهم، هو موضوع زراعة الأسنان. والموضوع ده الحقيقة فيه مخاوف كتير حواليه. الناس كتير جدا لما سنانها أو ضرسها بيقع بتفكر كتير مليون مرة قبل ما تاخد خطوة إن هي تروح للدكتور عشان تقول له أنا عايزة أزرع. ليه بقى؟ بصي، هي بتبقى زي معتقدات، زي اي حد بيبقى مثلا قابل تجربه مش حلوه فبيبدا يحكيها لكل الناس، فالموضوع ينتشر. بس هو ممكن يبقى الموضوع مش بالحجم دوت، بس يعني الناس ادته حجم اكبر من حجمه حقيقي. هو الموضوع مش بالفظاعه دي، مش بالخوف، مش بالخوف دوت خالص. هو بس المشكله في ايه؟ ان احنا من كتر الضغوط اللي علينا والمشغوليات بنسيب الامور لما توصل لمرحله يعني ايه مش حلوه. يعني مثلا احنا لو شفت كده الطبقه حتى المثقفه بيروح للدكاتره كل قد ايه؟ يقول لك كل لما توجع. ايوه، كل لما توجع، لما يبقى شريط المسكن ما بيطلعش من جيبي. ايوه طبعا، ما هو ده غلط. لكن احنا لو بنروح للدكتور كل سنه، كل سنة مرة، يعني ده مش رقم كبير خالص. أكيد لو عندنا حاجة مسوسة هنعملها، لو عندنا درس فيه مشكلة هنعالجه. أكيد ما نوصلش للمراحل يعني إيه اللي فيها تدخلات كتيرة، مش هنوصلها بسهولة. بس إحنا بنسيب الأمور لما يعني مثلا ممكن تلاقي حد عنده درس مخلوع مثلا من 20 سنة وعايز دلوقتي يبدأ يزرعه، مش علشان هو عدى 20 سنة، لأ، علشان السنان اللي قبله واللي بعده ابتدت انها تدخل تقفل الفراغات دي، وابتدت السنان تفتح من قدام، فده اللي لفت نظر المريض او الشخص للموضوع. لكن انت لو سبتيه هيكمل اكتر من 20 سنه من غير ما يعمل الزراعه. طبعا طبيعي. هو اضطر ليه؟ عشان الواجهه الاماميه حصل فيها تغيير، فهو دوت اللي ابتدى بقى ايه دوت ده انا عشان خاطر مش زارع الدرس اللي جوه، طب لما اجي بقى ازرعه اعرف اللي هو ايه، هو ايه اضطر يعني. فاحنا لو فكرنا هنلاقي ان احنا لو عملنا الحاجه بدري اكيد مش هنحتاج كل التدخلات اللي احنا بنعملها. يعني مثلا لما حد يبقى سايب المكان دوت وحصل سقوط في الجيب الانفي في المكان ده، بيحصل نتيجه الجاذبيه الارضيه، ان دوت بيبقى الجيب الانفي دوت بينزل يقفل المسافه او ينزل في المكان الفاضي، فبنضطر ان احنا عشان نحط زرعه نرفعه لفوق عشان نلاقي مكان للزرعه. ده عشان يحدث، بيحدث بعد مش اقل من 10 سنين مثلا من الخلع. طيب احنا سيبنا الموضوع فتره طويله، يرجعوا يقولوا مثلا ايه ده زراعه الاسنان صعبه، دي بتاخد وقت. لا والله، هي ولا صعبه ولا بتاخد وقت، بس بيبقى انا عندي مشكله لازم عشان احل المشكله اعالج اللي واقف في طريقي. ايه اللي واقف في طريقي؟ مثلا في عصب لازم استبعده، عندي جيب انفي نازل لازم ارفعه، عندي العظم الكواليتي بتاعته ضعيفه لازم اقويه. طب ما هو انا قدامي مشكله لازم احلها، فهو طب ما هو ده يعني زمان في زراعه الاسنان كل حاله برضو غير التانية، مش حكايه ان زراعه الاسنان هي كلها خطوات واحده لكل الناس، لا لا طبعا خالص. ودوت اللي انا يعني انا بتعب عشان اوصله للناس. هي الناس تيجي تقول لي ايه حضرتك ازرعي لي وخلاص، يعني ايه؟ ما هو ما ينفعش. ده انا كده وشغاله احدث تكنولوجيز. ده انت لو كنت بتتكلمي في نفس الموضوع دوت مثلا من 10 او من 20 سنه
كنا هن او كنت هتسمعي من الدكتور يقول لك انت مش حاله زرع ما ينفعش، روحي ركبي طقم متحرك، انت ما ينفعلكيش الكلام ده، ده انا كده وبعمل احسن واعلى تكنولوجيز موجوده في طب الاسنان ان انا احل المشكله. زمان كان يقول لك لا انت مش حاله زراعه اصلا. عشان كده كان زمان او وما زال بعض الناس كتير قوي بيبقوا لابسين طقم علشان قالوا لهم ان انتوا ما تنفعوش للزراعه. لا، ما فيش حاجه اسمها ما ننفعش للزراعه، في حاجه اسمها محتاجه خطوه قبل الزراعه عشان انا اعمل الزراعه. الخطوه دي مش لان الدكتور عايز يشتغل اكتر او عايز يتعب المريض، لا، لان الحاله مستلزمه خطوه زايده لازم نعملها. وبرده مشكله الناس اللي بيبقى عندها سكر ومش بيهتموا بانهم يعملوا سكر تراكمي، مش بيهتموا ان هم يتابعوا، برده ده موضوع بياخد وقت معانا. يعني مثلا الحاله الصوره بتاعتها معروضه ديت، الشخص دوت حد عزيز عليا جدا، هو مشكلته السكر مش مهتم بيه، وطبعا عندنا السنان دي كلها ملخلخه خالص، الحاله مش حلوه. عملت معاه ايه؟ الاول قعدنا فتره يظبط السكر التراكمي بتاعه، وبعد كده السنان الملخلخه دي كلها شلناها وزرعنا، وبعد كده عملنا تركيبات ثابته على الزراعه، قدرنا نوصل لنتيجه مرضيه. يعني ما شاء الله ما حدش ممكن يتصور ان هذا الشخص ربنا يديله الصحه معدي ال 80 سنه مثلا. ده رقم يعني انا شايفه النتيجه ممكن تديكي اقل من كده بكتير، والنتيجه حلوه وجميله. كل القصه بس ان هو كان عايز حد يوضح له الصح بتاعه فين، وما نستعجلش الحاله دي. لو استعجلنا عليها واول ما دخل يلا اخلع يلا ازرع يلا حط، هنقابل مشكله ايه بقى؟ ان الزرعات مش هتقعد في بقه، يعني هيحصل لها فيلير. ليه؟ اتزرعت في وقت غلط، السكر مش مظبوط، اللسة فيها التهابات. فهي الشطارة مش انك اول ما المريض يدخل يلا حط زرعة يلا، لا، غلط. احطها امتى عشان اجيب احسن نتيجة؟ لان مقياس الزراعة في نجاحها مش في ان انا احط زرعة وخلاص. فعشان كده انا من الناس عارفة ان انا اكتر الناس اللي بتشتغل بسرعة، بس بحب ان انا لما اشتغل ابقى عارفة انا بحط رجلي فين، انا عارفة بجيب نتيجة شكلها ايه، وما بحبش فكرة السرعة اللي تخسر. ليه؟ لان ممكن لما بتحطي زرعة والزرعة الجسم ما يقبلهاش او يحصل لها فيلير لاي سبب، انت بتأثري على الكواليتي بتاعت العظم. فهو مش شطارة ان احنا نخوض التجربة وتحدث مشكلة. وبرضو ده مش معناه ان مش هتحدث مشاكل، هو شطارة الدكتور، ودي موضوع لازم الناس تبقى فاهماه، شطارة الدكتور مش في انه ما يقابلش مشكلة. عشان دي الناس عندها اعتقاد ان انا هروح لاشطر دكتور في مصر علشان ما يحصل ليش مشكلة. مش حاجة اسمها كده. مشكلة هتحدث عند اكبر دكتور وعند اصغر دكتور، بس شطارة الدكتور في ايه؟ انه يحللك المشكلة باقل خسائر. لكن فكرة ان الدكتور مش هيعمل مشكلة او مش هيحدث معاه مشكلة، مش حاجة اسمها كده. لان المشاكل دي حاجة موجودة في الكتب. يعني في الكتاب نفسه بيتقال ان وارد ان الزرعة يحصل فيها مشكلة، وارد ان 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 ان, إن احنا نحتاج زراعة عظم قبل ما نحط الزرعة. دي كلها حاجات اساسي لازم نبقى متوقعين ان دوت هيحدث. ايه بقى الاعراض الجانبية لزراعة الاسنان؟ يعني هي مش اعراض جانبية بس هي شيء طبيعي. يعني ينفع مثلا ان انت تبقي مثلا اتعورتي بسكينه في المطبخ واقول لك ان صباعك عمره ما هيوجعك، وان السكينه دي مثلا نوعها ما بيوجعش، مفيش حاجه اسمها كده. لا طبعا، لازم هيحصل شويه وجع، لازم هيحصل شويه ورم، لازم هيحصل يومها لازم هيبقى فيه شويه دم خفيف اقل من الدم اللي لو كنت خالعه ضرس عادي، اقل. بس هي الناس بتفوكس عليه عشان انا زرعه حصل كذا. وحضرتك في ناس بتنزل دم من بقها لمجرد انها بتغسل سنانها على فكره. هو موضوع ان ينزل نقطه دم دي مش هي اللي انت كمان بتقولي نفس اليوم بس، لكن بعد كده لا، بعد كده خلاص. ايوه، بس الناس بتفوكس قوي على الموضوع دوت علشان هم عارفه اللي هم منتظر المشكله. فاقول لك شفتي اهو حصل دم نزف. لا يا فندم، ده مش نزف، ده انت لو خالعه ضرس عادي لازم هينزل نقطه دم. يعني ازاي مش هينزل؟ ورم. ليه ورم؟ لان احنا ده عملنا تدخلات وفتحين وقافلين وحاطين عظم وبتاع، لازم. وبرده في لازم يبقى الناس عندها الكونسبت بتاع اللي عامل زرعه ستريت فورورد، يعني مجرد ان احنا حطينا زرعه وخرجنا موضوع بسيط، اكيد ما بيبقاش زي اللي عامل مثلا فك كامل، اللي حاطط 8 زرعات، اللي عامل استبعاد عصب،
إلا حاطط مثلا عظم بكمية كبيرة، أكيد ده مش زي ما قلنا كل حالة في الموضوع غير التانية. يعني بالزبط. احنا كنا فاكرين إن الزراعة هي دي حاجة واحدة، لا احنا كده فهمنا إن الزراعة دي حالات. بالظبط كده. وكل حالة ليها شغلها، وكل حالة ليها المضاعفات بتاعتها. يعني ما ينفعش حد مثلا يبقى عامل كل الشغل ده وأنا أقول له حضرتك مش هتورم، مش هيحصل نقطة دم، مش هتاخد قرص مسكن، حتى الكلام مش منطقي. طبعا. صح؟ طبعا. يعني الناس بقى جاية تسمع الكلام اللي هو إيه، حضرتك مش هتحسي بأي حاجة. لا يا فندم أنا مش بسحر، مش حاجة اسمها كده، بس لازم تبقي متصورة إحنا بنعمل إيه. يعني مثلا حالة زي كده، دي حبيبة قلبي زي اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي. ربنا يديها الصحة وطولة العمر، برضو هي فوق 75. هي موضوعها في منتهى، يعني الموضوع في منتهى البساطة، هو حقيقي الموضوع مش 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 صعب خالص. يعني القصه كلها ان احنا زرعنا الفك العلوي، الاسنان اللي في الفك السفلي كلها غيرنا الطرابيش بتاعتها، قدرنا نوصل لشكل من الاسنان يكون ثابت لايق على شكل الوش، لايق على الابتسامه، نجيب بيه نتيجه مثاليه. ده اللي احنا وصلنا له بعد طبعا تظبيط السكر، بعد 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 لما وصلنا لاحسن نتيجه وانسب وقت للزراعه، علشان الزراعه تقعد، علشان اجيب اطول حاجه، ما تبقاش النتيجه مؤقته ولا يكون ليها مضاعفات بعد كده، لان جمال الزراعه في انها تقعد فتره اطول، ما يحصلليش مشاكل ومضاعفات كل شويه، انا عندي مشكله في زرع، انا عندي لا، لازم النتيجه تكون ادوم واحسن. دوت اللي المفروض ان انا اوصل له. ففكره ان احنا نوصل هزرع امتى وعدد الزرعات، برضو ده موضوع الناس ما بتديهوش حجمه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا اللي اقول لك احسن حاجه ليكي ازرع لك كام زرعه واحط عليها الفاكهه كله. في ناس اقول لك 4 زرعات ونحط الفاكهه كله على 4 زرعات. في ناس اقول لك 6 زرعات. في ناس اقول لك 8 زرعات. ده بناء على ايه؟ لا ده علم كبير، على حسب الطول وعلى حسب العظم اللي انا حطاه، وعلى حسب اقرب جيب الانف على بعد قد ايه، وعلى حسب السن وحاله السكر، على حسب الادويه اللي بتاخدها، على حسب حاله الكلى، على حسب في كذا حاجه بتخليكي تتوجهي لا انت تعملي 8 زرعات في الفك. في ناس تانية يقول لك لا 4 كفايه قوي ونحط عليهم الفك كاملا. اسمها all in 4 all in 6 all in 8. يعني ليها دي حاجه موجوده في الكتب. عشان كده الفكره في ان الدكتور هو اللي يحدد عدد الزرعات، انسب نوع عظم بيتحط، امتى احط الزراعه، امتى احمل على الزراعه. يعني ناس كتير تيجي تقول لك ايه، انا عايز اطلع من عندك دلوقتي حالا بسنان. طب انا فكره ما عنديش اي مشكله، طلعك دلوقتي حالا بسنان، بس السنان دي هتفيدك ولا هتضرك؟ طب ما انا ممكن بالمنطق احنا عاملين تمدد في الفك وضغطين عظم فيه وعاملين ضخ للعظم وعاملين كوندنسيشن او كبسين اماكن معينه في العظم وعاملين شغل جامد، وفي نفس الدقيقه خرجتك بطقم سنان عامل ضغط على العظم اللي انا اوريدي معرضاه، يبقى انا عملت ايه؟ انا ضريتك. زي بالظبط اللي عمل شريحه وطلع يجري، او اللي مثلا جبس ايده واستخدمها او اتخبط فيها. طب ما هو انا اثرت على انا عملته. طب انسب حاجه اقول لك ايه؟ هقول لك انا هسلمك سنان بشكل معين بعد فتره معينه، اثناء الفتره المعينه دي همشيكي بحاجه مؤقته، برضو مش همشيكي من غير سنان، بس هغير الفكره. ممكن او اقول لك حطي زرعه زياده او زرعتين زياده، هحط عليهم اسنان لفتره مؤقته لحد لما اقدر احمل على باقي الزرعات. زرعات تبقى ضعيفه وزرعات قويه، هحمل في نفس اليوم على زرعات قويه، بس تبقي فاهمه ان احنا هنزود عدد الزرعات عن 6، هنزود عن 4. يعني الدكتور هو اللي يقول لك انسب حاجه ليكي ايه، علشان النتيجه تبقى ادوم. مش شطاره ان هو ايه طلعي لي دلوقتي حالا باسنان، على فكره هي سهله. بس هتفيدك ولا هتضرك؟ هو دوت الكلام الصح. طيب ايه بقى الحاله اللي تجي لك وتقول لها لا مش هينفع لك زراعه؟ يعني في حالات ما بينفع لهاش زراعه؟ بصي قليله صراحه. قليله فعلا، بس بتبقى فيها مشاكل يعني قويه، زي مثلا الناس اللي بتاخد كورتيزون لفترات مثلا معديه 10 سنين ومستمر عليه لحد دلوقتي. الأمراض المناعية العنيفة اللي هي
فعلا الجسم هيرفض الزرعه او هيحصل اوتو اميون رياكشن، يعني الجسم هيحصل رفض للزرعه. دي فعلا بتبقى مشكله. الناس اللي عندها السكر التراكمي مثلا معدي 12 و13 وحاولنا ننزله ما بينزلش، اخاف ادخل في الريسك ده علشان ما يحصلش مشكله نرجع نقول ايه اللي حصل، ما هو الوقت مش مناسب والتراكمي بتاعنا مش مناسب. دي ممكن ببقى قلقه فيها وما احبش ان انا اعمل حاجه تضر اللي قدامي، يعني انا بحب اعمل النتيجه الادوم الاحسن يعني على الاطلاق. ممكن برضو بعض الناس اللي بتاخد كيماوي وما زالت ماشيه على الكيماوي او الاشعاع، لا الوقت طبعا مش مناسب، عندنا مشكله تانية نحلها الاول وبعدين نتكلم في زراعه الاسنان. لكن ما ينفعش اثناء جلسات الكيماوي واثناء جلسات الاشعاع ان احنا نتكلم في زراعه. بعدها بعدها على الاقل بست شهور نتكلم بقى زي ما احنا عايزين. ليه؟ علشان اضمن النتائج، عشان ما يكونش الجسم متعرض لاشعاع ومرهق في اتجاه اخر. بس دول يعني من فضل الله عددهم قليل، يعني ممكن نقول ان 98% من الناس اللي بتيجي بتزرع ان شاء الله. كويس. ونسبه نجاح الزراعه كم في الميه بقى؟ من 98 من 95 ل 98. طب ودي على فكره رقم كبير. طبعا بس رقم انا عايز. من الناس اللي بتحب تقول دايما الحقيقه. مفيش حاجه اسمها 100% نجاح. مفيش حاجه اسمها كده طبعا، لكن لازم نقابل مشاكل. بس مشكله قد ايه؟ يعني 1 او 2% ده مش رقم مرعب، ومش معنى كده ان احنا نخاف من التجربه. نجاح طبعا طبعا، ومش معنى كده نخاف من التجربه. ممكن واحد وهو بيعدي الشارع يقابل مشكله على فكره، هو طبعًا مش محتاج يروح للدكتور عشان يقابل مشكله. صح. فلازم يبقى عندنا توقع ان في مشاكل، بس ان شاء الله بفضل الله نحلها. دكتور اسراء بشكرك جدا على المعلومات اللي خدناها منك النهارده. ربنا يخليك. شكرا يا حبيبتي. وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راحة البال والبساطة والناس الطيبة، لمة العيلة والجيران من بعض قريبة، كل ده في حياتنا زمان، البيت بالحب كان مليان، أخلاق ومعاملة والإيمان في القلوب عمران وبنات. حب وحنان.